وللحديث عن ائتلافات ما قبل الانتخابات ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الأكاديمي والسياسي العراقي صباح الخزاعي. سيد صباح، مرحبا بكم. يعني العبادي أعلن سابقا أن الانتخابات لن تخوضها ميليشيات مسلحة، ولكن اليوم يعلن عن تشكيل تحالف مع قادة الميليشيات الحشد. كيف نفسر هذا التناقض سيد صباح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو مو تناقض، وانما هو كذب، هو نفاق. يعني هو يعني احط مستويات التعامل السياسي مع العراقيين، هو ضحك على الذقون حقيقه. يا شو نور المالك مو قال سوف لن اشارك في اي انتخابات قادمه؟ نعم. شو راح يشارك مره اخرى؟ فحيدر العبادي قيادي بحزب الدعوة، وحزب الدعوة أو كل الشلة المشاركة بالعملية السياسية شلة منافقة كاذبة. يعني وأنت وماذا تتوقع من مجموعات عنيلة وخائنة وفاسدة، عنيلة مزدوجة للأمريكان وللإيراني؟ شلون تتصور يعني شوفهم يصرفون إلا بالكذب على العراقيين؟ سيد صباح تعتقد أن العبادي ربما تعرض لضغوط من قبل إيران مثلا؟ لا 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 لا, لا, لا ضغوط ولا هم يحزنون. هنالك اتفاق مسبق وساري مفعول، تخادمي مصلحي بين الأمريكان وبين الإيران لكي تبقى الصورة في العراق هكذا، وتنفيذ عملية الانتخابات اللي هي أساسا من البداية هي متقسمة الأدوار، كل واحد يعرف دوره. لكن هؤلاء هم جوقة حقيقة، أنا آسف على استعمال هذه المصطلحات، لينطفح الكيل بنا حقيقة. يعني هي عبارة عن فقط تمثيلية مهرجين يسوون تحالفات هنا وهنالك ويضحكون على الشعب، ويقول لك الشعب أنت لا تعيد انتخاب الوجوه الكالحة. الشعب يقول يابا هم الوجوه الجديدة وينهم؟ وهي نفس الشيء المشكلة. يعني أنا دارت أروح أنتخب من؟ نفس الكتل، نفس الأشكال، نفس رؤساء الكتل نفسهم. يعني تدوير نفايات لا أكثر ولا أقل. عيب عليك أنت يا حيدر العبادي عندما تقول لا مكان للحشد الشعبي في الانتخابات القادمة، وإذا به يتحالف مع أكبر رأس في الحشد الشعبي هادي العامري ومنظمته منظمة بدر سيئة الصين. كيف يستوي هكذا؟ يستوي هكذا لأن الذين يتعاملون بالبشر السياسي العراقي هم ناس فاسدون، ناس منافقون، وناس دجالة مع الأسف. سيد صباح، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يعني وصف تحالف العبادي مع هادي العامري بالاتفاق البغيض، برأيكم ما الذي يقصده الصدر بهذا التصريح أو بهذا الوصف تحديدا؟ الصدر عندما يجلس مع مجموعة يعني مع الذين مقربين منهم يتكلم نفس ما أتكلم أنا، يستحق يصفهم بأقدع الأوصاف، لكنه على الإعلام طبعا يقول التصرف البغيض. هو نفسه الذي قال بأن الميليشيات الوقحة، هو لا يستطيع أن يقول الميليشيات الطائفية أو الميليشيات الإيرانية أو الميليشيات التي تقتل، يقول الميليشيات الوقحة، وهذا التحالف تحالف بغير. هو يعرف جيدا مقتدى الصدر، وهو من نفس الشلة على فكرة. يعني هو لا يقدم ولا يؤخر، كلهم كومبارس، كلهم ممثلون، كل واحد يمثل دورة في هذه المسرحية الهجينة. هو يعرف كل الزين يعني أن الذي يحدث هو عملية تشتيت التحالف، تشتيت أصوات الناخبين على شكل تحالفات. يعني ألوان، ماكو ألوان 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 يعني تجع ألوان، يا ريت تجذب شيء للنفس، يعني ألوان قبيحة. وبعدين يتفاهمون وراء الانتخابات، يجمعون الأصوات، يعني كتلة المالكي مع كتلة العبادي وكتلة أخرى يشكلون ما يسمى بالتحالف الشيعي لكي تبقى رئاسة الوزراء تحت هيمنتهم برضا بأوامر إيرانية وبرضا أمريكي في هذه المرحلة. والخاسر هو من؟ هو الخاسر يعني الخاسر هو الشعب العراقي. لن يقدموا شيئا للشعب العراقي، ملتهين يعني منهين الشعب العراقي ومدوخيهم بالانتخابات،
وهنالك 4.5 ملايين من المهجرين، وهنالك مدن بالكامل مدمره يعني مدمره تدميرا كاملا. لا يمكن ان يرجعوا هؤلاء الناس الى ديارهم، وهذه هذه المدن مدمره محطمه ولا يستطيعون بنائها ولا حتى يعني اعاده الخدمات. اما في الموصل فحدث ولا حرج، لا زالت الجثث موجوده لحد الان. انا وصلتني اخبار الجثث بالفعل موجوده لحد الان ومتحجره، وهناك الاف المفقودين والناس مشتته وهم يتقاسمون الكعكة في انتخابات، لان المحتل الامريكي طلب هالشيء هذا. لكن سيد صباح، ربما هناك من يتساءل وهناك من يطرح السؤال، هادي العامري يعني تم استزاره وأصبح وزيرا للنقل وهو أيضا نائبا في البرلمان، ما الجديد إذن إذا تحالف مع العبادي؟ ما الغرابة في ذلك سيد صباح؟ هذا كلام وجهي وهذا كلام صحيح، ما تقوله هو صحيح. طيب. يعني حقيقة، لكن هذه هي من مفارقات العملية السياسية في العراق. يعني المشكلة يعني عندما كون ما يسمى بالحشد الشعبي دخلت به، يعني منذ 2014 ما نروح بعيد، من 2014 لحد الآن اتهم بجرائم تندى لها الإنسانية، فاتهم بجرائم قتل، بجرائم سرقة، بجرائم يعني تطهير عرقي، وبالتالي يعني سمعته أصبحت سيئة جدا وعرف يعني عالميا وإقليميا. فلهذا السبب الناس تتخوف من هؤلاء الطائفيون اذا جاءوا الى دسه الحكم بهذا الزخم وبهذه العنجهيه، وحاملين يعني محاملين العراقيين من مية على انهم حرروا المناطق، وينسون الامريكان اللي هم مغطيهم جوا ولا هم لا يستطيعون ان يتحركوا شبرا واحدا. هي هنا الخطوره. هؤلاء المجرمون الذين تعول وعملاء في نفس الوقت، يعني يا ريت عراقيين لا يجوز ان يوضعوا على رقاب العراقيين ويحكموا العراق. هو هذا هو المبدا، لكنه ميليشيات طائفيه وميليشيات يعني اقترفت من الاجرام كثيرا جدا، لا يجوز ان تاتي وتشارك بالانتخابات. نعم سيد صباح، هذا الذي يحصل للاسف. من لندن الاكاديمي والسياسي والعراقي صباح الخزاعي، شكرا جزيلا لكم.